مش نبيها اللي في بيت اختك ماتت ورايا خدت اوضتها واجرتها من الباطن لروما الدلاله؟ روما وهي روما محتاجه لسكن؟ ما هي ساكنه.
ليه؟ هو انتي ما تعرفيش روما الدلالة وازاي بتحب توفق الروس مع بعض؟ قصدك ايه؟ احسن واحدة تزن على ودان النسوان لحد ما توقعهم، وانتي عارفة اختك ريا بقى بتحب تغير الطقم اللي عندها كل شوية عشان الزباين ما يزهقوش. تاني سامعة يا سكينة ان البيت ما بيخلاش من الزباين والفلوس مش عارفين يودوها فين. البركة في حسب الله، بعترها على مزاجه، غاوي منظرها ونفسه يبقى معلم. بس انا غلطت اني سبت لهم الجمال بمحمد، تاني شقيت لحد البيت ما نعرف. خلاص بقى يا سكينة، عوضك على الله. فضل ينكف ويكره فيا لحد ما خلاني نقول حقي برقبتي. بعتي هات لنا ربع يا اختي. ما كفاياكي بقى، هو في حاجه جايباكي ورا غير السخامه اللي انت بتشربيها دي؟ دي هي اللي بعدكي عن الدنيا والناس. مش قادره يا مريم، عاوزه ننسى اللي بيحصل لي ده. يا بنت ما انت كده اللي بتهدي في نفسك، احمدي ربك ان انت بعيد عن الناس دي، دول عالم يتفات لهم بلال. يا بنت بصي لحالك وشوفي نفسك بقى وبطلي الزفت اللي انت بتشربيه ده. انا عارفه يا اختي مين اللي علمهولك. الله يكحمه مطرح ما راح، جوزته هي السبب في كل اللي بيحصل لي ده. ولا يا جابر. نعم. هات لنا اتنين قهوه ورسلي حجر. ما نجيبه الربع احسن يا معلمه. الله يخرب بيتك يا ولا، انت قاطع ودانك وحدفها في حجرنا يا مدهول. يلا غور هات الطلب، ومخصوم منك الاسبوع ده. انا بستغرب ايه ضروره اصدار قانون ممارسه البغاء ده؟ احنا كنا ناقصين قرف. ما هو الاحتلال اللي احنا فيه هو اللي ورا القانون ده، واكبر راس في البلد بياخد اوامره منهم عشان يفضل في الكرسي اللي قاعد فيه. احنا ما عندناش شغل دلوقتي غير اننا كل شويه نقوم نفتش على البيوت المرخصه ونقبض على اللي في البيوت السريه. وهريت جنابك نعرف البيوت السريه دي فين، احنا ما بنعرفهاش غير من البلاغات اللي اغلبها كيديه واللي بيقولوا فيها الحقه واللي زرع الخبيزه في وسط بيوت الاحرار. الاسكندرانيه دول دمهم خفيف قوي، سموا البيت البطال اللي في وسط بيوت الاحرار خبيزه. كتير قوي فكرت في الحكايه دي وضحكت. زي ما الخبيزه زرع شطاني، سموا البيت البطال اللي طالع في وسط بيوتهم خبيزه. احنا جنابك ما نقدرش نهاجم الخبيزه البيوت دي لان احنا ما نعرفهاش، لازم يبقى تحت ايدينا بلاغات حقيقيه. قصدك اننا نستنى حد من بيوت الاحرار تاخده النخوه ويبلغ؟ شوف يا ابراهيم افندي، اغلب الاحرار مش عايزين وجع دماغ، لان اللي بيعملوا البيوت دي ناس وشهم مكشوف وغالبا بيحميهم فتوات، علشان كده بيلتمسوا لهم العذر وبيقولوا بكره ربنا يتوب عليهم. يعني انت كده بتستنى السمنه من بطن النمله. جنابك مش متعود تقول امثال. من عاشر الام يا سيدي. وادي مثل كمان. سيبك بقى من الامثال دي، انا عايزك تروح لأس الفساد وتجمع لي تحريات منهم. قصدي سعادتك بيوت البغاء المرخصه دي؟ بالظبط، دي اللي زحفوا منها كل اللي عملوا بيوت بطاله في وسط بيوت الاحرار، وهناك هتلاقي هدفك اللي بتدور عليه. عايقة غيرانة أو متغاظة من السوق اللي اتفتحت جديدة وبيتنافسهم. مؤكد جنابك السوق دي هيبقى زبينها أكتر وأنضف لأنها في وسط بيوت الأحرار. طب وإحنا نروح بعيد ليه؟ ما إحنا ندور في بلاغات السرقة والنصب اللي زادت أولي من دول. وضح كلامك يا إبراهيم أفندي، إيه علاقة السرقة والنصب بالبيوت البطالة؟ ما هو ده المناخ المناسب بقى يا فندم، كل ما تزيد الربح على البيوت البطالة دي بقى، كل ما تزيد بقى السرقة والنصب والاحتيال. عفارم عليك يا إبراهيم أفندي. إذن اختار من رجالتك اللي يصلح لعمل التحريات في المناطق دي لأنها خارج نطاق المراقبة، وابعت رجالتك يلمونا النسوان من القهاوي والنواصي والخمرات اللي جات لنا البلاغات دي فيهم. هاتوا دي، هاتوا دي، هاتوا دي، وهاتوا دي. حاجة ليه؟ انت مريم زكي عبد اللطيف وشهرتك مريم الشامية؟ ايوه يا سعادة البيه، شهرتي مريم الشامية. انت المتهمة شويش. خش يا حرمة. هي تهمتها ايه يا سعادة البيه؟ انت تعرفي الحرمة دي؟ ايوه يا سعادة البيه، دي سكينة بنت همام. تعرفيها منين؟ صاحبتي يا سعادة البيه، الروح بالروح. عارفة هي بتشتغل ايه؟ على باب الله، بتلقط رزقها حسب التسهيل. يعني ايه حسب التسهيل؟ مريم قولي له الحقيقة، دول فاكرين اني ماشية المشي البطال. فشر اللي يقول عليكي كده، ده انتي اشرف مش شرف. ازاي الكلام ده؟ ده احنا لسه جايبينها من الخمارة اللي في الفحام. يمكن كفاية تقابل حد جايب لها شغل، دي ما بتفارقش قهوتي غير لما يجي لها لقمة عيش بشرف. ايه بقى لقمة العيش اللي بشرف دي؟
بتشتغل في البيوت يا سعادة البيه، بيوت الفاموليات، بيوت عزاب لا، بتشتغل بشرفها. انت متأكدة من الكلام ده؟ زي ما انا متأكدة ان اسمي مريم. تضمنيها؟ رقبتي يا سعادة البيه. خدي بالك لو اكتشفنا سوء سلوكها همدرجارك انت كمان معاها. اني عارفة بنقول ايه يا سعادة البيه. وانت ايه اللي كان معادك في الخمارة لوحدك؟ انا اصلي يا بيه لما بيجيني قرشين يعني بنحب الفقع عن نفسي ونروح ناخد لي كاسين. طب بلاش حكايه الكاسين دول في الخمارات، ابقي اشربيهم في البيت. مش عاوز اشوفك بتتصرمحي في الشوارع تاني يا سكينه. لو شفت وشك هنا تاني مش هرحمك، فاهمه؟ فاهمه يا بيه. وهي لو جت عندي في القهوه غلط يا بيه؟ من غير خمره. قهوتي ما فيهاش خمره يا بيه. امال ايه؟ مخدرات؟ حد الله بيني وبين الممنوعات يا بيه، اني قهوتي انضف قهوه في بحر. اما نشوف يا مريم، المره دي طلع البلاغ كايدي، المره الجايه هحبسك وياها. الله يجازي اللي كانوا السبب في البهدله اللي اني فيها. هنرجعوا تاني بقى نعيطوا ونندبوا. ما قلت لك خلاص اللي فات مات. مش قادره ننسى يا مريم اني مديت ايدي واتعضت، مش قادره ننسى ندلتهم. ده الكلب اللي اسمه حسب الله ده جاني هو وبنته، وما كانش حيلته غير الجلابيه اللي لابسها. فتحت له بيتي وبقى اكل شارب نايم عندي هو وبنته، وجت بعد كده مراته وحصلته، بقت شايلهم على دماغي من فوق، نجري ونشقى عليهم، وكله كان على يدك يا مريم، هم ياكلوني لحم ويرموني عظم. خلاص بقى يا بنت، قلت لك الكلام ده ما منوش لازمه. الله، هما طبعهم كده ومش هيغيروه. يا بنت يا بنت، هما خلقتهم كده. بس انا مش هنسكت، انا لازم نروح لرايا وناخد حقي. هتقول لك مالكيش عندنا حاجه؟ صنف اختك رايا ده لما بيقدر ما بيعفيش. فاكره يا بنتي يا سكينه لما قلتيلي رايا اختي دي زي الجمل بيشيلي؟ اني بقى قلتلك ايه وانتي ما خدتيش بالك؟ قلتلك خدي بالك عشان الجمل اول ما بيقلب بيقلب مين؟ بيقلب صاحبه. هنموت هنموت يا مريم، اني حاسه ان في نار قايده في صدري، هتفرس نفسي في غليلي. معلش بقى يا بنت، الله بكره تنسي كل حاجه. لا، وليه نستنى لبكره عشان ننسى؟ انا اللي ما يجعلنيش كحل في عينيه ما نجعلوش مركوب في رجلي. بت يا سكينة، استني يا بت. العواف يا ام سكينة، انت فين يا حبيبتي؟ ازيك يا سكينة، والله كنا هنطمن عليك النهاردة. طب ما افتكرت. لا فيك الخير. اقعدي اقعدي كلي يا سكينة. رايا فين يا ام؟ فوق اقعدي. لا انا طالعه لها ونازله لكم، انا ليا معاكم انتوا كمان حساب. حسابي هو مش حسب الله ولا حسابك. اصبر على رزقك يا واد، مش يمكن تشوفنا بقرشين؟ هتشوفنا بقرشين ازاي يا امه؟ هي بعيده عننا، لا هنقول منها ابيض ولا اسود. طب ادفع ادفع، ده هي السد نفسك. ما تقلقيش يا امه، اول ما نشوف بيه على القسط هنغنغك. يا مرحب يا سكينه، اتاري البيت فج نور وده يختفي في حضنك. يا دي النور يا دي النور، منور باللي فيه يا معلمه. اخص عليك يا بنت كده، تروحي تقولي عدولي. طب اسالي عليا انا برضو اللي نسال يا ريا. طب قولي نطمنوا على اختي اللي عايشه وحدانيه، ولا انتوا لما لقيتوني حته لحمه كل واحد هبر له هبره، وبعد كده رميتوني في الشارع لكلاب السكك؟ فاشر يا اختي، ده احنا نحطك في عينينا ونتكحل عليك. بقيتي بيعت كلام يا ريا، نسيتوا اللي عملتوه فيا يا دون؟ يا اختي ما هو انتي اللي حمائيه وروحك في مناخيرك، قلنا نريحوكي. ما هو ده اللي كان بيجري عليه الندل جوزك. الله يسامحك. اللي هو فين؟ المعلم الكبير اللي عايش على قفا النسوان. الله يسامحك. ليه؟ هو مش عايش على قفا النسوان؟ الله يسامحك. هو انت يا اختي من ساعه ما مشيتي حد دسلك على طرف؟ ما تسيب الراجل في حاله بقى. قولي بعد ما خرجني من مولد بلا حمص. يا غلبي، ما انت اللي اخترتي يا سكينه. طب تعالي تعالي بس نقعدوا شويه جوه. تعالي. هو مين جوه؟ دول زبونين قاعدين مع نعيمه وعديل. عديل اخت نبيها؟ طب وجوزها؟ اسكتي، مش مات هو راخر.
كان راح يطبل في فرح وتعشى كسكسي بعيد عنك، مصاريفك بقت تتفتك، اتنقل على الاسبيتاليا مع المعازيم، المعازيم خرجوا قليل البخت هو اللي طب ساكت. تعالي 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 عودي نفرفشه جوه، تعالي تعالي انتي حبيبتي يا سكينة، تعالي يا صباح الفل عليك. يا صباح النور على الورد وعلى البنور، يا احلى صباح على احلى الملاح. ازيك يا عديلة؟ عاش من شافك يا اختي. تحت النظر يا حبيبتي. ما تصبي كاس لضيفتنا عديلة. من عينيا. حيلك حيلك يا الدلعادة، دي مش ضيفة، دي صاحبة البيت، دي سكينة اختي معلمة قد الدنيا. يا الف مرح. ما تتفضلي جنبي هنا يا ست الكل. اتنيل على عيني. ايه ده، وانا ماليش نصيب في القعدة دي ولا ايه؟ ازاي بقى يا معلمة؟ ده انتي الخير والبركة. هي القعدة تحلى من غيرك يا قبلتي؟ جرى ايه عديلة؟ انتي سايبة الجدعان قاعدين متشحتفين كده ليه؟ ما تقوم يا اختي توريهم الرقص. كان على عيني بس مفيش قلقتية. ايوه بيتي يا نعيم، قومي يا بيت هاتي الطبلة من عند المحافظ بسرعة يا بيت، وسكينة هتدقلي. لا يا اختي انا مزاجي مش رايق، صبولي كاس. هو احنا هنفضلوا كده على طول من كاس لكاس؟ الدماغ الصحية دي نعمة، وصنوها لا تنسحب مني. بنقول لك يا رايه. ايوه يا اختي. انا محتاجه فلوس ان شاء الله. عدم بديع على كنت احتكم على ريحتها. سكينه ازيك؟ مين المعلم؟ حسب الله. وايه اللي هدفك علينا الساعه دي؟ انا جايه ناخد بقيه حقي. هو انت ما بتشبعيش من قلت هات؟ وبعدين انت مش راجلك بعت لك فلوس ياما تكفيك 10 سنين؟ مين اللي طرش في ودنك الكلمتين دول؟ اللي جوزك بعت معاه الحاجة. ايوه صحيح يا بنت، نسيت ما اقولك، في جدع سأل عليكي من كام يوم وقال انه جاي من طرف جوزك. ايوه، وقال انه بعت معاه حسبة 10 جنيه. يعني لو وصلنا ابيض ولا اسود؟ ولا انت يا اخويا بتقول كده عشان ما نقولكش هات؟ لا يا حبيبي، اي ما بنشحتش منك، انا جايه ناخد حقي. وطي حسك يا حبيبتي، الزبائن يقولوا ايه؟ يقولوا عليكوا دون قلالات القصد، بتاكلوا حقوق الناس. يا فتاح يا عليم، اللي قاعدين يكفيكوا شر الجايين. ايوه يا اخويا، خدوهم بالصوت. بقول لك ايه يا سكينه، انا ما بحبش العكننه، انا بقوم من نوم الصبح روحي في مناخيري وبقول يا شر الشر. ايوه عليكوا، هو انتوا كل ما اشوفوا بعض كده تقعدوا تتنقروا؟ ده ولا اللي فوق روس بعض. تعالي يا اختي، تعالي يا حبيبتي، انزل عند امك. يعني خلاص لهفتوا حقي؟ يعني زي ما جيت زي ما رحت؟ سكينة، دوري على ادخن حيطه واخبطي راسك فيه. ما تتلم بقى. الله، اقبلهم على عفيتك يا حساب الله، بس انا بنقول لك اهو بكره تحتاجنا. راح فين يا سكين؟ خدي يا بيت. ليه كده؟ ليه بيجي كده؟ هجيب لها منين؟ لو انت بتجيب حاجه ما تتلم بقى. يا حضرة المأمور، أنا عاوزة نقابل حضرة المأمور، الراجل الجدع اللي نجاني من ولاد الأبلسة اللي كانوا عايزين يتهموني زور إني بنمشي في السر. ما صدقهمش، ما سمعش كلامهم، خلاهم يتبطوا قفاهم يا قمر عيش. عارف إنني ست شريفة وسمعتي أنضف من الصيني. يلا يا ولية من هنا، بلاش دوشة. أنا مش هنتحرك من هنا غير لما نقابل حضرة المأمور. يا حضرة المأمور، لازم نقوله، لازم يعرف مين هما بقى اللي بيمشوا في السر وزرعوا الخبزة وسط بيوت الأحرار.
يا بشارة بيه يا حضرة المأمور. اوعى يا راجل انت ما تحشنيش يا حضرة المأمور، لازم نقوله. يلا يا وليه من الهيلة بلاش دوشة. يا بشارة بيه ايه الهوسة اللي بره دي؟ واحدة من الهيلة سكرانة واقفة قصاد الكراكون عاوزة تقابل جنابك. تقابلني؟ ما قالتش ليه؟ عمالة تزعق وتقول عاوزة تقول لجنابك مين اللي زرع خبيزة. طب خليهم يجيبوها. أني لازم نخش للمأمور. أيوة الراجل الجدع لازم يعرف كل حاجة. يلا يا وليه أنت حضرة مأمور عايزك. الله يسترك يا أخويا. تمام يا فندم. طب روح أنت. أنت جيتينا قبل كده. دي الحور مسكينة بنت همام، خدناها قبل كده مخمرة. إيه الدوشة اللي أنت عاملاها بره دي؟ أنا كنت عاوزة نخش لحضرتك والعسكر منعوه. أنت عاوزة إيه؟ جميل حضرتك على راسي من فوق، من ساعة ما طلعتني براءة وكبت العواز قلت نيجوا لجنابك ونقولوا لك على اللي بيمشوا في السر واللي زرعوا الخبازة لحد ما اشتكت منهم بيوت الأحرار. أنت شاربة حاجة؟ أنا؟ أبداً يا سعادة البيه وحياة سيدي عماد، أنا ما شربتش غير كاس واحد بس. وإيه بقى اللي عاوزة تقوليه؟ أنا عاوزة نقول على كل حاجة، عاوزة نفتشوا السر، عاوزة نقول لجنابك عن الناس البطالين اللي زرعوا الخبزة وسط بيوت الأحرار. ما تتكلمي دغري يا حرمة، في ناس محددين. أيوة يا بيه، وأنا سايباهم دلوقتي وهم شغالين، واللي بيحميهم واحد فتاوة ما نعرفش جابوه منين وبيقاسمهم الغلة كل يوم. ومين الناس دول؟ وفين؟ علي علي كبسة معانا والبوسة معانا. امسكوا لك بوليس كبسة حكومة. خبي دالك عصفور، خبي دالك عصفور. قول يا فتيه يا بنت وهي في الصوت. يا بنت يا عديلة راح فيك يا عشان هي في الشوك تعال هنا. يا بنت يا عديلة ده. متأجر باسم مين يا رايه؟ باسم جوزي سعادة البيه. اسمه ايه جوزك؟ اسمه حسب الله يا سعادة البيه. حسب الله ايه؟ حسب الله سعيد مرعي يا سعادة البيه. انتوا قبضتوا على حسب الله ده؟ في تلات رجاله بره. جوزي مش فيهم يا سعادة البيه. ما تتكلميش الا لما تتسالي. اما تسال يا سعادة البيه. هو مش مقيم معاك في نفس البيت؟ ايوه يا سعادة البيه. امال هو فين؟ ما نعرفش يا بيه. واضح انه ما كانش موجود ساعة الكبسة جنابك. والجدع الفتاوة اللي بيحميهم فين؟ اسمه ايه الفتاوة اللي شغال معاكم يا راية؟ شغال معانا في ايه يا بيه؟ انت هتستعبطي؟ مش عارفة شغال معاكم في ايه؟ احنا ما بنشتغلش في حاجة يا بيه. الجماعة اللي انتوا شفتوهم عندنا دول حبايبنا قاعدين بنتونس مع بعضينا. والخمرة اللي كنتوا بتشربوها؟ ولا نعرفوا راحتكم يا سعادة البيه. سعادتك اما دخلت عندنا شفت حد بيشرب؟ انتوا ما ظبطتوهمش متلبسين؟ عيب يا بيه، احنا ناس اشرف يا بيه. واضح ان في حد بلغهم فضلوا استخبوا فوق السطح. كانوا بيعملوا ايه بقى فوق السطح يا رايه؟ كانوا بيتشمسوا يا بيه. بيتشمسوا كده؟ طب خليهم يدوروا لي على جوزها ده ويجيبوه لي من تحت الارض. جوزي ما عملش حاجه يا بيه. اخراسي فرست
بنتي يا بيه. وبعدين عرابي هنفضل مستخبيين كده على طول؟ مستخبى ليه يا جدع؟ احنا عملنا ايه عشان نستخبى؟ وبعدين انت كنت موجود، كل اللي كان بيجرى جوه ده ولا لك علم بيه، لانه كان بيتم من ورا ظهرك. ينصر دينك، اهو انت دلوقتي فطمتني على حاجه ما كانتش في بالي خالص. ايوه صحيح، كل اللي كان بيجرى ده بيجرى من ورا ظهرك. شوف احنا نقوم دلوقتي نقعد قدام البيت ولا كاننا نعرف ايوه حاجه. لو جه البوليس خدك اوعى تقول ان في صله بيني وبين البيت، احنا اصحاب جدعانه ملناش اي دعوه بالخبيزه. وعبد الله تقول لهم حاجه، اللي كانوا عندنا دول حبايبنا وقاعدين كنا بنتونس ببعضينا، احنا ناس اشراف ملناش دعوه بالمسخره والخبص. اوعى تغلط، لو احنا ملناش دعوه بالخبيزه ولا نعرفها ولا بنزرعها من اصله. اوعى تغلط. انت بتشتغل ايه؟ شيال. فين؟ حسب التسهيل يا بيه، سواء في المينا وسواء على العربيه مع واحد عرباجي. مين اخر عرباجي اشتغلت معاه؟ المعلم عرابي حسام في توة الحي. انت ما بتديرش بيتك في اعمال منافيه للاداب؟ مش فاهم يا بيه. الخبص يعني؟ الخبص يعني ما بتزرعش الخبيزه؟ خبيزه يا بيه، احنا ناس اشراف بناكل لقمتنا بعرق جبيننا، انا بوكل عيالي بالحلال، وبعدين انا ما بحبش الخبيزه اقوم ازرعها. طب تقدر تقول لنا ايه بقى سبب وجود الرجاله والنسوان اللي مسكناهم عندك في البيت؟ ماني ما كنتش موجود يا بيه لما جيت وحضرتكم، وبعدين لا مؤاخذه انا راجل حر وشريف ما اسمحش باي مسخره في بيتي. طب تقدر تقول لنا بقى ايه سبب ان مراتك خبت النسوان والرجاله فوق السطح؟ ما هوني ما كنتش موجود يا بيه، كنت في شغلي. افهم من كده ان مراتك اللي مشغله البيت من ورا ظهرك في اعمال منافيه للاداب. الله اعلم. انا يا بيه اصل بخرج من النجمه ارجع بعد الليل ما يمسي. يعني هي اللي مشغله البيت من ورا ظهرك؟ يمكن، بس يمكن بس ازاي يا بيه؟ بقول لحضرتك احنا ناس اشراف، وبعدين لما اخذ مراتي هتزرع خبيزه في البيت اللي هي عايشه فيه هي وامها واخوها. تقبضتوا على اخوها؟ احنا ما لناش غير اللي مسكناهم بره جنابك، يظهر وما كانش موجود. انت مصر على اقوالك دي يا حسام الله؟ ما انا يا بيه ما عنديش لا مؤاخذه كلام تاني عشان اقوله. يما يما، ده احنا لسه ما لحقناش نعمل جري، نعود كيف ونسيب اليغمه جاي. يغمه؟ هو الحبس بقى يغمه؟ عايزنا نتحبس يا ابو العيله؟ ليه يا ام بس ليه؟ هو احنا بنعمل ايه؟ احنا نتسلق جواز ونكرس محسن بس. والحشيش يا واد اللي بتخنصره من الزباين وتروح تبيع؟ لا انا مش هقعد هنا، انا مش واخده من الجعاد هنا غير وجع الدماغ. يما يا أم أبو سيادك اقعد هنا وأنا شايل لك نايبك معايا. ده يعني كل حتة كدكتين ما جابتش نص فرنك. ها؟ وحد قال لك تشيل نايبي؟ بتسرقني؟ بتسرق أمك يا أبو العيلة؟ لا يا أم لا، ده نسرق من العالم كله وما تسرقينش. خدي. ادي قرش ابيض اهو، وبكره هجيب لك قرش ابيض اخوه. بس اقعد ياما وانا هنغلط. ما هو طول ما انت سايق العوج على امك ما ينفعش، هفضحك واجرسك. اوعى تكون فاكر يا واد يا خايب ان قعدتي هنا ما بشوفش، لا ده انا اشوف النمله وهي بتدب على الارض. يعني خلاص يا امه صافي يا لبن، تقعد هنا؟ لا انا هعود تاني كفر الزيات وانت في يدي. بقى تسرقني تسرق امك ياما؟ كفر الزيات ايه الفجر دي اللي عايزاني اعود لها تاني؟ انا مش راجع كفر الازيات دي ياما، البوليس يمسكني ياما. خلاص
نغور من هنا ونروح طنطا. البوليس ما يعرفكش فيها. بقى تسرقني يا ولد، تسرق امك يا خايب. طب 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 نشوف حسب الله ورايا، نشور عليهم الاول قبل ما نعاود. انا ماليش دعوه برايا ولا سخام البيره جوزها ده. انا هعاود يعني هعاود. الحسب الله قال ده اللي متغطي بيه عريان. بقى تسرقني يا ولد، تسرق امك يا خايب. هنمشي نروحوا فين دلوقتي؟ ده احنا ما صدقنا نلاقي بيت يلمنا كلنا. يا وليه بقول لك المأمور حطينا في دماغه. قال لي بقول لك ايه، انا مش عايز زوشه، لازم تعزله من المنطقه دي وانا مش فاضلكم. ما احنا خرجنا من عنده احرار، هو يعني قدر علينا؟ طب بنت ما هو الشكاوي اللي اتقدمت فينا هي السبب. اني موت ونعرف مين اللي قدم فينا الشكاوي ده. مانيش عرفني. عشان كده المأمور قال يطلعوا رخصه ليكوا وللناس اللي بتشتغل معاكوا هتمشوا. يلا روح روح اكرشي كل النسوان اللي تحت دي. كرشنا النسوان، هنشتغل ايه؟ مش مهم نبقى نفكروا بعدين، بس المهم نخرش النسوان وخلاص. طب ما نصبر على كرش النسوان شويه لغايه ما نفكروا وندبروا امورنا. يا وليه انت ما بتفهميش، المأمور ده قصه صاحبي، كلمني كده من تحت لتحت، قال لي يا حسب الله يا اخويا مش عايز اشوف خلقكوا في المنطقه اللي انا فيها. الله ينعل ابو البعيد صاحبك ده يا اخي. هنروحوا فين دلوقتي بس؟ وانت كنت لازم تجيب تمن هدومك وبرجاز، وكنت جبتها لنا ربع يا بنت ندلعوا بيه نفسينا. وانت هتفضل قاعد كده يا عبد العال؟ مش هترجع الشغل يا اخويا؟ داني القرشين اللي كانوا معايا خلصوا. مين اللي بيخبط بالشكل ده؟ ايه اتخانقت مع حد النهارده؟ ابدا، داني حتى ما رحتش غير عند اختي راي. ما رحتيش حته تانية؟ اها، ما انا قلت لك اني رحت الكراكون. كراكون كراكون ليه بس؟ اكيد جايين عشان كده. ما انا قلت لك مش عايزين وجع القلب يا سكينه. يعني عاجبك اللي عملوه فيا؟ طب استني استني ما نفتح نشوفه مين. عواف، شفت اللي حصل لنا يا سكينه؟ اللي حصل يا اخت بعد عنك، مش البوليس يا اختي كبس علينا وخدنا كلنا على الكراكون؟ ازاي الكلام ده؟ ما هو ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. يا حسب الله، بس المثل بيقول امشي عدل احترع تبقى فيه. يعني ايه يا عبان؟ يعني يا حسب الله ابعد عن الشر وغنيه. واحنا كنا غلطنا في ايه؟ ما انت جيت عندنا البيت مره واثنين وثلاثه، كنت شفت ايه اللي بيحصل يعني غلط؟ هو احنا لا مؤاخذه بتوع خبص؟ حسب الله، ما منوش راجع يا اخويا الكلام ده. شوفي بقى يا ريا، انتوا اكيد حد عمل فيكم ملعوب. حد وزع عليكم يا اختي. اله يشله ويقطع خلفه ويطول عمره البعيد. معلش يا اختي، احنا هنتقلوا عليك اليومين دول لغايه لما نلاقوا لنا مطرح. بيتك ومطرحك ده احنا اخوات والدم ما يبقاش ميه. يلا بنا ننقلوا حاجه ننموا عليها يا حسبال. احنا يا اختي هنقسموا الاوضه اتنين، النص اللي جوه ده ليكوا واحنا هنرستق نفسنا في اللي عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. مبروك، قالوا لي انكم براء. بس المأمور باين عليه مش هيسيبنا. معنى ايه الكلام ده؟ قال لي المرة الجاية مش هنعتقوكم. وانت ناوي على ايه؟ هنعزله نشوف لنا مطرح تاني. والشغل؟ هنكن شوية لغاية ما الامور تهدى يعني. ناويين تسكنوا فين بقى؟ هنقعدوا عند سكينة شوية لغاية ما نلاقي مطرح. تبقى عملت طيب. أنا كمان بنفكر نسافر نشتغل في السلطة. يا أهلا يا أهلا. تفضلي يا حبيبتي. وحشاني يا نازلة. أنت اللي وحشاني يا أختي، تفضلي استريحي. يزيد فضلك يا حبيبتي. ده أنا حفيت وراكي عشان تيجي تاخدي الثلاث جلاليب بتوعك، استني بقى نروح نجيبهم لك. لا اصبري بس. اقعدي سيبك من الجلاليب، أنا أصلي عايزاكي في موضوع خصوصي. يا اختي مش لما نقدم واجب الضيافه الاول تشربي ايه؟ انا مش عايزه حاجه، اقعدي بس الاول. في ايه يا اختي وغوشتيني؟
صريح العبارة أنا ما نحتكمش على مليم أحمر، وأنا عندك أختي، فيعني لو تشوفي لي صرفة في قرشين كده وأول لما تفرج نردهم لك يبقى كتر خيرك. والنبي يا أختي أنا وشي منك في الأرض، بس نعمل إيه بقى الحال واقف زي ما أنت شايفة، ده أنا زبايني كلهم بقوا يلبسوا القديم وبطلوا الجديد. يا غلبك يا ريا. طب شوفي لي صرفة في التلات جلاليب دول إن شاء الله تبيعيهم، حتى خدي أجرتك منهم ورجعي لي الباقي ويبقى كتر خيرك. لهو انتي ناوية تفتحي بيوت للسكر والحشيش تاني؟ ايه؟ ما كفاكيش اللي حصل؟ معلش، محدش بيتعلم بالسهل، والشاطر اللي يقف يتعلم عشان ما يقعش تاني. ما هو طول ما سبع البرومبة بتاعك رامي بلاء عليكي وقعدلك زي العمل الراضي مش هينوبك غير لنابك. ده وجوده زي عدمه، قطيعة، عم زي زازة الخل، لا بيهش ولا بيهش. وكرشه المفتوح وهاتي، يعني انتي تشقي وبتتعبي وهو في الاخر ياخد شقاك يصرفه على مزاجه؟ لحد انت يا راية؟ يبقى يقابلني لو طال مني ملي محمر. اه ده كلام يا اختي بنسمعه، ما هو انتي اللي ولفتيه على كده وقال ايه؟ عمل لي معلم وكلمة كلمته. من هنا ورايح اني المعلمة، اذا مش عاجبه يروح مطرح ما جه. خلينا في المهم، اشتغلي معايا يا بنت. اه بس فين النسوان اللي هيفرفشوا القعدة؟ انا هنجيبهم لك. امال البت الروما اللي كانت بتسحب لك راحت فين؟ سيبك منها، دي مرة قليلة الاصل، اول ما الولية قمر العايقة بعتت لها جرت عليها على طول. الولية بنت الحرام، عارفة انها بتشتغل معانا وسحبتها برضو. طب وهنعمل ايه؟ ما تحمليش هم، أني بقيت سحابة ما جابتهاش ولادة. اللي على راسك أحلى ريا. بالذمة انتي مش قليلة أصل. طيب هفوت عليكي تاني. أيوه على عبطك، تعالي هنا، انتي خايفة من ساعتها. اسكتي يا ريا، ده أنا قعدت يومين مش عارفة أتلم على نفسي. هو كان جرى إيه يعني؟ ما احنا خرجنا براءة ودخلنا الكراكون وخرجنا زي أشرف ناس. انتوا لسه قاعدين في البيت ده برضو؟ بعد عنك، ده الرجل بقتش تدب عليه ورزقه انقطع، ده أني بندوره على مطرح تاني. بنت حلال يا ريا، في عندنا بيت في مينا البصر، بيت دورين، كل قط في شقة، الشقة مطرحين واسعين وفسحة. قريب منك يا عديلة؟ في الحارة اللي جنبي لازم، بس في عيب واحد، بيطل على قهوة جوز أختي. وهو هيعمل لك إيه يعني؟ هو ليه حق عليكي؟ اسكتي يا رايا، ده راجل شران، وبعدين أني ما بقتش عايزة نشتغل الشغلانة دي تاني. تقدري؟ طب أقولك إيه بقى؟ أنت لا تقدري تستغني عن شغلتنا ولا عن فرفشتنا، وبكرة هتيجي وهتشوفي. كل الطيور بتبص له بعين الرضا.
رأس الغوازي للملوك، رأس الغوازي للملوك. يا حبازة الأصل دور حتى في أمور النسب، مفيش جريمة ترتكب من غير سبب، ولا فيش وليد بيتفطن، ولا فيش وليد بيتفطن.